صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شاب أستيقظ لقيام الليل، وطلب مني زميلي إيقاظه، والسؤال: هل أوقظه من النوم؟ هل إيقاظي له من النوم من باب التعاون على البر والتقوى، علما بأنني أخاف على نفسي من الرياء أو العجب؟ نعم، هذا من التعاون على البر والتقوى، لا سيما وهو طالب منك أن توقظه، فأوقظه واترك الوسواس، هذا من الرياء، بل هذا من التعاون على البر والتقوى.